مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نحن معكم مباشرة من سوق الخضار الجديد في طرابلس. هذا السوق الذي تم افتتاحه منذ حوالي 10 أيام تقريبا، بديلا عن السوق القديم. طبعا يعني التجار يتوافدون إن صح التعبير إلى هذا السوق يوما بعد يوم لفتح محالهم التجارية. وطبعا هذا السوق هو يعني يهتم ببيع الخضار والفاكهة بالجملة وليس بالمفرق. ولكن عموما كانت هنالك، لا يمكن القول بأنها شكاوى، ولكن هنالك مصاعب تواجه التجار، وهي عدم الإقبال، إقبال المواطنين بما فيه الكفاية على هذا السوق. وطبعا هذا الأمر ربما يعود إلى كون هذا السوق حديث الافتتاح، وبالتالي لم يعتد المواطنين على بسيطين كتير. شو فرق هيدا السوق عن السوق اللي فوق؟ أفضل هون؟ أكيد 100% أفضل. كان عم يشتكوا بعض التجار أنه بعد ما في إجر مثل اللي كانت قبل. هلا السوق ما إله من التنان يعني فتح، ما إله استجمه، بعدين كله بيمشي إذا الله رد. شو اللي أفضل؟ شو هيدا الشيء؟ شو هو الشيء المنيح هون أفضل من قبل؟ هون السوق واسع وكبير ومنظم وما في ناس ساكنة فوق منه، ما في عوالي. وأريح لينا. شو هلا الأشياء اللي عم تنباع هون، هل حيختلف سعر عن اللي كانت تنباع من بالسوق القديم؟ لا السعر زيته. غير السعر. ما رح يتغير شيء. لا لا لا. كونه هو أصلا منطقة تعتبر هون محايدة شوي على عكس السوق اللي كان. هذا الشيء ما حيأثر أبدا لا من ناحية النقل أو غيره. لا 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 بالعكس، هون بيجي زبون بيرتاح أكثر. شكرا كثير. مرحبا شباب، مين منكم هم من التجار؟ أنا أصغر واحد. بسيط كثير، سؤال بسيط. أصغر واحد والله، أصغر واحد. نحن نحو الشيخ محمد. عارف عن الموضوع ما خصه، بالعادة الناس تهرب إذا كان الموضوع سياسي، ولكن هذا موضوع اليوم ما خصه أبداً بالسياسي إلا إذا كان هو مرتبط بالسياسة، الله أعلم. عموماً حنكمل معكم هيدا النقل المباشر. حنروح لهونيك مرحبا. قد ايه صار لك فاتح هون مع افتتاح السوق؟ 4-5 أيام. نعم. كيف فرق عن فوق؟ طبعا هون اوسع وارياح وغير، تنظيم احسن من هنيك. شو حيختلف برايك هون؟ والله شو حيقدم اشياء افضل للناس وللتجار؟ والله كانت هنيك يعني شوارع ضيقه وكذا وزحمه، هون افضل ان شاء الله، الحركه بتصير احسن ان شاء الله. شكرا لك. شباب كيفكم؟ مين منكم من التجار هون؟ كيفكم؟ التجار؟ التجار كلهم مشغولين برا. مثل ما عم نشوف السوق فعليا، إذا مثل ما عم نشوف السوق فعليا عن جد عم بيكون كتير كبير، وبعد في قسم كتير كبير من المحال اللي بقلبه بعد ما لم تستثمر، يعني ما فتحت أبوابها، ولكن بشكل عام عم بيكون
مرحبا. شو الفرق بين هيدا السوق والسوق اللي كان فوق؟ شو افضل هون؟ هون افضل انه اوسع واشرف وما في عجا. يعني بعض التجار كانوا عم بيقولوا انه بعد ما مش يعني الاقبال او الاجر عم تكون كثير خفيفه على هيدا السوق، شو السبب قولك؟ هلا مثل ما بيقولوا، ما هيك كانوا يقولوا، انه كان في مثلا بعض الناس بينضغط على امره، تشبيح ما تشبيح هيك الله اعلم، هيك بسمعني ما بعرف، انا ما شفت، بس انه هون ما في يعني كل الحركه. مش ممكن يكون السبب لانه بعده هذا السوق جديد ربما؟ لا 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 لا، بعد عالم ما عرفت فيه. ايه بس صاير في حركه خير الله ما شاء الله، يعني حركه قويه هون، ما انا خفيفه يعني. اليوم السوق بعد منه يعني تقريبا نص المحل التجاريه اللي فيه منهم جاهزين، يعني بعد ما فتحوا ابوابهم. اي متى من المفترض انه يكتمل المشهد بالسوق ويكون؟ هلا كنا سيتنا بالموضوع، يعني اقل شيء بده 4 أشهر. يعني 4 أشهر؟ ايه طبعا 4 أشهر. يعني طلع كل المحلات ما في لا تغطيات لا ابواب لا كهرباء لا اناره ولا كاميرات. يعني هو كان جاهز صار له 4 أو 5 سنين. هو كان جاهز وانسرق. صار هلا عم يرجعوا يرمموه من جديد. شكرا لك حبيبي. مثل ما عم نشوف يعني فينا نقول انه سوق الخضار الجديد بطرابلس بكل معنى الكلمه مدينه مستقله بحد نفسها. يعني نحن كل هيدا المشي اللي كنا عم نمشيه بعد ما برمنا الثلث تقريبا، ثلث المساحات الموجوده بهيدا السوق. مرحبا. شو فرق هيدا السوق عن السوق اللي كان من قبل؟ والله فرق كثير خير الله. من اي ناحيه؟ صرت عم تشوف اوجه غريبه. الواحد صار بينزل هو ومرته وبنته فوت بيشتري باريحيه مطلقه، ما في عجقه ما في. ليش من قبل ما كان الناس تقدر تفوت على السوق؟ في عالم كانت اخذه فكره يمكن شوي غلط انه لا نحن ما بدنا نفوت على هالمنطقه، رغم انه حتى هنيك كان الواحد بيقدر يفوت، بس سبحان الله هيك الواحد ترسخ بدماغه. هلا هون صرت عم نشوف اوجه غريبه، العالم عم تفوت، في اوجه غريبه كثير عم تفوت تشتري، هذا شيء منيح. في منهم عم بيقولوا بعض التجار يعني او قبل ما نبلش قالوا لنا انه الوضع بعده صعب هون لانه الاقبال او الاجر بعد ما اخذت كثير بما معناه على هيدا السوق. طبعا هلا في عالم كثير هسه هلا منه عارفه سوق الخضره اساسا، يعني عالم كثير هسه ما عرفت الموقع وين، عالم كثير يمكن هسه منه عارفه، بس شوي شوي كل يوم عم بيزيد الوضع عم بيصير احسن واحسن، يعني وصل لقيتي اعظم والاحلى باذن الله. يعني شكرا لك حبيبي. إذا مشاهدينا الكرام يعني مثل ما عم نشوف هيدي هي الأجواء من سوق الخضار بعد 10 أيام بالتمام والكمال على افتتاحه. هذا السوق يلي طال انتظاره وافتتاحه من يعني هو كان جاهز تقريبا مما يزيد عن 5 أو 6 سنين مضت، ولكن ظروف معينة كانت عم تأخر هيدا الافتتاح، ولكن اليوم حصل هيدا الافتتاح رغم بعض الصعوبات يلي اليوم عم بيواجهها بعض التجار من ناحية انه السوق بعد ما قلع مثل ما لازم يكون، ولكن هنالك آمال كثير كبيرة إيجابية تعلق على هيدا السوق، وأهم انه هون أوسع أروق بعيد عن الأماكن السكنية، وايضا مثل ما قلنا البعض يعني بعض التجار انه هون صار في ممكن حدا يقدر يجي هو ومرته حتى يتسوقوا من هيدا السوق، بينما بالسوق الماضي ما كانوا قادرين يعملوا هيدا الشيء على حسب وصفه. طبعا هذا كان كل شيء مشاهدينا الكرام، لكل جديد ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. كان معكم غسان فران، الى اللقاء.